خلال الفيديو راح نتطرق إلى عملية التحليل وعرض نتائج التحليل. في الجزء السابق تكلمنا عن عملية النمذجة، الآن راح ننتقل إلى عملية التحليل، ولكن قبل عملية التحليل لابد أنه نضبط بعض الأمور. نذهب إلى القائمة الخاصة في التحليل Analysis ونعمل تشيك بالنسبة إلى الموديل، نحدد كل هذه الألمنت اللي هي موجودة، وبعد ذلك نعمل تشيك على الموديل حتى نتأكد من عدم وجود خطأ في عملية النمذجة. نتأكد من حصولنا على رسالة تالية وموديل has been checked no running message were generated. بعد ذلك راح نضبط نعمل set load to case or set active degree to freedom. بالنسبة لفريدم فاحنا نريد full 3D، نريد نعمل يعني analysis 3D. اوكي، وبعد ذلك نقوم بضبط load cases to run، وعندنا حالات اللود هي كاملة اللي هي dead load, live load, and SD and EX and okay. هذا بالنسبة لحالات اللود اللي احنا نريد نعمل عليها الرن. وأما بالنسبة للأوتوماتيك ريكتانجلر ميش سيتينج والأوتوماتيك ريكتانجلر ميش سيتينج فور ذا وول اند فلورز، احنا عملناها في الدرس الخاص في النمذجة الخاص في عمل ميشنج. إذن الآن احنا نعمل run analysis، ولكن قبل ذلك نعمل lock بالنسبة للموديل. إذا كان عندك خطأ في عملية النمذجة يمكن أنه تعمل unlock بالنسبة للموديل وترجع تعدل عليه. فنعمل lock بالنسبة للموديل أو تضغط على الأيقونة الخاصة في lock، وبعد ذلك تعمل run analysis أو تضغط على الأيقونة الخاصة في run analysis. الآن ننتظر البرنامج إلى حين يكمل عملية التحليل. بعد اكتمال عملية التحليل الآن تلاحظ في الـ 3D View يعطيك الـ Displacement at the dead load بالمليمتر طبعا. اوكي، فهذا مقدار الـ Displacement، تريده انه في اي نقطة، مجرد انه تضع مؤشر الماوس عليه الآن راح تحصل مقدار الـ Displacement في اي نقطة. الآن خلينا نغلق الواجهة، يمكن انه تحصله ايضا نفس الشيء ضمن البلان 3D. بالنسبة لعرض النتائج، فعرض النتائج يكون كالتالي، انه تذهب على display ويمكن انه تظهر deform shape، يمكن انه تظهر الفورس. deform shape لما تضغط عليه اوكي فراح يعطيك الحالة، يمكن انه انت اللود، حالة load or combination or mode. الان احنا حالة اللود اللي احنا نريدها اللي هي ال P اللي احنا عملناها على اساس عملية تجميع، وبعد ذلك تضغط على apply وبعد ذلك اوكي وننتظر لانه يعرض لك النتائج. الان عرض لك النتائج الخاصه في الديسبليسمنت، وتلاحظ انه عرضها على اساس داخل البلان فيو، يمكن انه تعرضها ايضا داخل 3 دي فيو، يعني مجرد انه تنتقل على ال 3 دي فيو بعد ذلك تعرض النتائج. فالان لما تضغط كليك ايمن على اي نقطه اوكي او تضع مؤشر الماوس على اي نقطة، فالان يعطيك ايش؟ يعطيك مقدار الديسبليسمنت اللي يحدث بالنسبة يو اكس يو واي يو زد وار اكس ار واي ان ار زد. طبعا هذا بالنسبة للستوري الاولى، يمكن ان تنتقل الى الستوري وتشاهد النتائج. ايضا يمكن انه تظهر ايش؟ اوكي، تظهر مقدار تظهر مقدار الفورس، فيمكن تظهر السبورت ردود الافعال، تضغط على اوكي وبعد ذلك تحدد على اساس يكون dead load or live load or SD. مثلا نحدد على اساس يكون عندك dead load، وبعد ذلك apply اوكي. فانا راح تلاحظ عندك ردود الافعال في النقاط اللي هي مقدار ال FY، فمقدار ال FY راح يعطيك اياها مقدار ردود الافعال. يمكن انه انت ترجع على set plan 3D وترجع على ال pace اوكي، فالآن راح تلاحظ ردود الأفعال موجودة عندك في النقاط الخاصة في السبورت. فالآن لو تنتقل على السبورت فتلاحظ أن الـ FZ راح يعطيك مقدار ردود الأفعال في الـ FX وفي الـ FY وفي الـ FZ وأيضا الـ MX والـ MY والـ MZ. إذن هذا بالنسبة لعملية إظهار ردود الأفعال. طيب،
الآن نرجع على ال 3D set 3D arts story 1 ونظهر مقدار الستريس. نذهب إلى display وأضن force stress diagrams، وبعد ذلك عندك frame pair or spring link force أو إنه تظهر الشيل ستريس فورس، يعني إما إنه تظهر بالنسبة إلى الشيل أو تظهر بالنسبة إلى الفريم. الآن نضغط على الفريم تحدد الحالة، مثلا نحدد الحالة على أساس إن هي ديد لود والسكيلينج أوتوماتيك ونريد فيل دايجرام. بعد ذلك تضغط على أبلاي. الآن تلاحظ راح يعطيك مقدار الشير على أساس إنه يكون رسم عندك، طبعا يعطيك إياه بالنسبة إلى البيم. طيب يمكن هذا الشيء ان تعرضه على السلاف، فنفس الشيء تذهب على ديسبلاي وبعد ذلك فورس تريس وتختار شير ستريس، ومن خلالها راح تختار الحالة اللود على اساس ان يمكن ان تعرضها كومبينيشن. اوكي نحدد البي، وايضا تحدد الكومبينتس يعني مقدار الاف اف و اف 11 او 12 او 22 او 12، وتعرضها على اساس انه يكون شو فيل، وبعد ذلك ابلاي وتنتظر. فالآن راح يعطيك مقدار الستريس الحاصل في السلاب، وهذا هو مقدار التدرج بالنسبة إلى السيف. والآن تلاحظ أنه كل الأجزاء الخاصة فيه هي عبارة عن باللون الأزرق، أي بمعنى أنها هي تكون سيف. أوكي إذن هذا بالنسبة لعملية التحليل وعملية عرض النتائج. في جزء آخر أنه كيف تعمل أنيميشن. لو تكنسل الآن البلان فيو أوكي وننتظر حتى يعمل لنا ريفريش عليه. الان تستطيع انه في الديسبليسمنت الحاصل تستطيع ان تعمل ستارت انيميشن، تضغط على ستارت انيميشن، وطبعا هذا يعتمد على يعني بجزء كبير على البيرفورمانس الخاصه في الحاسوب. الان تلاحظ مقدار الديسبليسمنت اللي الان يحصل نتيجه للديد لود. اوكي راح يكون عندك بهذه الصورة. اوكي يمكن انه تظهر ايضا displacement نتيجة لحالات load or combination. فضمن الديسبلاي ديفورم الشيب واظهر حالة اللود، يمكن انه تختار حالة اللود تكون P or اي وحدة من هذه حالات اللود اللي هي ضمن كود التصميم. فالان اظهرها ضمن ال P وبعد ذلك apply وبعد ذلك اوكي. الان تلاحظ الديسبليسمنت ات بي، يمكن ان تعمل ايضا ستارت انيميشن عليه حتى تشاهد النتائج. الآن لاحظ نتائج الأنيميشن نتيجة للود P.